نقوم اليوم بزيارة إلى ولاية أدرار، زيارة اللي كانت مبرمجة، جاءت بعد قيام بعدة عمل بعدة يعني عمليات، كانت تفتيش من طرف الإطارات المركزية، كانت زيارة مدروسة، جاءت بعد عدة اجتماعات على المستوى الوزارة اللي تم فيها يعني حل عدة مشاكل قبل ما نجي لولاية أدرار. نظرة إلى ولاية أدرار أنها مد يعني دفعة قوية لقطاع السكن في الولاية.